مليارات الدولارات خسائر أثرياء العالم خلال ساعات في حادثة صادمة هزت أهم وأضخم الأسواق. فما القصة؟ مع صدور تقرير الوظائف عن وزارة العمل الأمريكية قبل أيام، انخفضت الأسهم بشكل حاد يوم الجمعة الماضية، الأمر الذي أدى لتفاقم المخاوف من ركود اقتصادي وشيك ليؤثر بشكل كبير على الثروات العالمية ويستهدف على وجه الخصوص أغنى 500 شخصية على وجه الكرة الأرضية، على رأسهم إيلون ماسك الذي خسر أكثر من 5 مليارات دولار خلال 24 ساعة، وجيف بيزوس مؤسس أمازون صاحب النصيب الأكبر من الخسائر ب 16 مليار دولار. هذه الخسائر أظهرت حجم تأثر الأسواق المالية بالأحداث الأخيرة وسط المخاوف الكبيرة من الدخول في مرحلة الركود. وأنت صف لنا موقفك لو خسرت هذه المبالغ خلال يوم واحد